لهذه القضية، والذي كان واضحا في توجيه اللوم إلى المجتمع الدولي ووصفه بعبارات قوية لتقاعسه عن هذه المشكلة التي لو كانت وقعت لغير مسلمين ما كان سكت عليها الضمير العالمي والإنساني هذا السكوت يعني المستغرب والمستعجب من دعاة الحريات وحقوق الإنسان. في شهر سبتمبر أيضا كان هناك تحرك خارجي، وهي كلمة الأزهر التي ألقيت في الاجتماع أو المؤتمر الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في نيويورك، وألقاها وكيل الأزهر. وكان الأزهر هو أول من تحدث عن مشكلة الروهينجا وحمل المجتمع الدولي تقاعسه نتيجة تقاعسه عن حل هذه المشكلة هناك في نيويورك، وطالب بالتدخل السريع وحل هذه المشكلة، ووضع القوى العظمى والصغرى وجميع المسؤولين في العالم كله أمام مسؤولياتهم، إما أن يكونوا ويعبروا عن حجمهم وحيادهم في التعامل مع قضايا المعذبين، وإما ألا يكونوا.